وتم الغاء الدستور وما الى ذلك، واحنا قاعدين في رابعه. وقتها كان لابد من عمل سريع. تقديرات البعض وقتها وبعض المعلومات اللي تسربت كانت تقول ان الشعب لو ابدى تمسكا كبيرا بالدكتور مرسي لن تظل جبهة الجسم موحدة، ستتفكك، لكن بشرط ان يكون هناك زخم شعبي قوي هادر مكتسح يزلزل، وقتها سينقسم الجيش. كان هذا هو الخيار الذي دفعنا للبقاء، او كان هذا هو يعني باب النجاة او طوق النجاة الذي رأينا ان يعني لا نجاة لمصر في هذا التوقيت الا بهذا الامر.